من طولهم هذا قلت فيها هو يقول لك تفضل تشرب قهوه الحجات والزوران وانا هذه كنت نقول له مسكين تعلمني ثلاث ايام قدام واه كما تعلمني ثلاث ايام اديهم ولا تقول له مسكين وحدار ودير له فطور وانا هذه ثلاث ايام الله يديم الزوجه مسكينه تطيب بالفرحه وبالدين عمي مختار هو كسموه الحاج بقالي ها؟ بقالي شنو عندك من عام يا عمي الحاج؟ 83 عام الله يبارك 1931 الله يبارك الله يبارك الساعة 19 الصباح الله يبارك باركو الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك والله دائما تصوروا لي واحد بواحد واحد وكان الدور هذا ما كانش ينقطع المنظمه اولو يوميا من غلال هو بالخرج عليه يوميا في المنظمه هذا هو المنظمه دون انقطاع احنا دوك المجاهدين والله ما يجيك المنظمه ولا بلا حتى احنا ما علمناش باللي مريض باللي صحيح هذا لازم اعصاء انت هذا الفراد اللي باقيين لازم لو كان الظروف ما كنتش نطلع الله يبارك الله ها تصور منك ها تصور تعدي الشكل هذا تاعي هو دوره هو جاته وكان فراد صاحبي تاع خوه من هذا نوريك وهذا لا هذا انا وكنت انا تاع خوك راه عندي انا والله تاع خويا عندي غادي في البيرو هذه تاعك الحاج ايه سيغلر 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 وهذيك هذيك راها في المدن هذيك حباك يحفظنا الندل هذيك اللي هذيك صورها هذيك شهادة هذيك شهادة المجاهد هذا مدى هذا راسي نوريكم المفاجأة بعد هذا اللي خليها هنايا جبت لك شهادة بلادنا